في متحف، فيها لنخفيها. ايه يا اخويا؟ فيها لنخفيها. بقول لك ايه، انت لو ما خدتناش معاك يا حلو يبقى انت بتخرب على نفسك. والنعم شاطر والله، والله بخرب على. انتوا يا عيال بتكلموني كده ليه؟ انتوا ماسكين عليا صور ولا ايه؟ بقول لك ايه، من الاخر كده كريم قال لنا على كل حاجه. لو ما رحناش معاك زي كريم هنفضحها على بعضك. حلو والاحلام خجل كلك على بعضك، شوكة بعين اللي حسونك، وجهك طولك قلبك كلك على بعضك، على بعضك على بعضك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الولاد نايمين في الفصل وانت نايم كمان؟ ليه؟ نايمين ليه؟ كانوا فين؟ سهرانين فين؟ هنسهر فين طبعا يا هشام؟ يعني هنسهر في الكباريه ولا ايه؟ تعالى هزر! مش بهزر، انا بضحك معاك. والله يا استاذ مختار انا مش عارفه ايه اللي بيحصل للعيال ده، بقوناموا كتير قوي. قلت لهم 100 مره بلاش الحليب للعيال، بلاش الحليب للعيال. هو فنجان قهوه مظبوط العيال ياخدوا قبل الحصه دماغه تبقى صاحيه، بس للاسف مش عايزين يطوروا التعليم، والاستاذ هشام مش مصدقني. والله عندك حق. باين عليك خربان، خسارة فيك. خد قول. وجايب لك قرار موضوع كبير قوي. يا رب يكون اللي في بالي يا رب. قول. عارف العيال بيناموا في الفصل ليه؟ هو ليه؟ نص ايه اللي بتتكلموا عليها؟ طب ثلاثة بالله العظيم اللي جاي على قد اللي رايح. نقطة؟ بتتكلموا لي دلوقتي عن النقطة؟ ما تسألوا صاحب المحل. وبعدين تعالى نحسبها مع بعضينا. اصحوا معايا بقى علشان ما نشكش في بعض بعد كده، عشان اللقمه دي اتنظرت وهنشوف ايام سودا كلنا. ادي صندوق النقطه. ادي صندوق النقطه. قبل ما الصندوق بيتقسم ثلاث تكلات، الاول حاجه بيطلعها صاحب المحل عرق التاكسيات اللي هي بتجيب الزبائن لحد المحل. يبقى اذا الفلوس اللي في النقطه بتتقسم الى ثلاثه. تلت بتاخده الفرقه. معايا دونجل؟ وبعدين؟ ايوه يا اخويا. التلت التاني احنا اللي بناخده. التلت بتاعنا اهو. التلت التالت اهو صاحب المحل. وادي التلت بتاعنا اهو. استاذ مدحت، هل تعامل الرقاصة معاملة المطرب؟ اه طبعا، كله زي بعض. والفل اللي كنت ببيع فلوسه راحت فين؟ ده انا ملم معايا 90 جوز جزمة. زي ما فهمت هو. الفرقة الاتنين. صاحب المحل الاتنين. واحنا الاتنين. اكتبوا ده واحفظوا 10 مرات عشان ما نقلش ادابنا. اخر مره هقولها. خلصنا بقى خالص. ايه يا فندم اللي بتعمله ده؟ ايه ده؟ دي محاضره للعيال عن الاستنساخ. وايه النقطه دي؟ ما هي دي ما
ما هي دي النقطة اللي هي فيها الاستنساخ، يعني الإنسان ممكن يبقى تلات حاجات. بس دي ناقصة. ناقصة إيه؟ النقطة صاحبها. يا مختار في إيه؟ صاحبها. في إيه يا مختار؟ في إيه؟ أنت سايب حسيتك وجاي لي ليه؟ نون فتحة ناء، صاد فتحة صاد، ب فتحة باء، تبقى إيه يا ولاد؟ ناقصة باء. يا مختار ايه السحر اللي انت هتعمله قدام العيال دي؟ مش عارف اشغلها بعد كده. ايه ده شويه وقف وقف وقف. مين ده؟ ده صديقي عبد الصبور. دي عبد الصبور. عبد الصبور ها نعم غربيه. شكله ما يجيش عبد الصبور. عبد الصبور قوي. دقيقه واحده. اهلا يا عبد الصبور اخويا. ويلكم. يمشي ده؟ ما اصحابهم ليه كتروا النهارده؟ ماشي يا اخويا. يمشي. نمشي؟ يمشي. اتفضل يا استاذ. شكرا. ده عبد الصبور ده يمشي تامر هيثم بكتير وقوي حماده. الواد هشام جايب معاه واحد صاحبه واقفين عليهم بقالهم ساعه. لا لا انا ما احبش اللي يلعب من ورايا. مساء الخير يا جماعه. ايه بتبحلقوا كده ليه؟ عفريت طلع لكم؟ معقول يا عبد الصبور؟ في حلاوه في الدنيا كده يا عبد الصبور؟ عبد الصبور ده واجب علينا يا عبد الصبور. كسب. كسفي اكتر. كسب. هو في ايه؟ صبور. لا 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 هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الحرمان اللي احنا عايشين فيه خلى العيال تنحرف؟ ده احنا داخلين على ايام سودة. يا هشام خليك يا عبد الغفور، ما تقلقش يا عبد الغفور، راجع لك يا عبد الغفور. عاوز ايه؟ ما تروح تنام ولا تروح تقعد مع مختار؟ اصل انا معايا عبد الغفور جوه ساير جدا 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 وانا بحاول اهديه وههديه. هي في ايه؟ الله، قاعد مع الاستاذ عبد الصبور بفهمه ازاي يستعمل التليفون المحمول. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ واحد قاعد مع عبد الغفور والتاني قاعد مع عبد الصبور. اروح انا اقعد مع عبد الجبار بقى. انت ما عندكيش حصص يا استاذه ولا ايه؟ ايه؟ ما عندكيش حصص؟ يا ابني انا عندي حصه فاضيه. بلاش العصير ده، بلاش العصير ده، انت عندك سكر وضغط وزبحه، ده انت امراض الدنيا كلها فيك. ربنا يديك الصحه. ايه؟ ربنا يديك الصحه. يا ابني هي ايام بنقضيها. اللي قول لي يا ابني، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي اسالي وخلصيني قبل ما تموتي مني. اسالي. يعني شاب زي الفل زيك كده قاعد عازب لحد دلوقتي ليه؟ ظروف بقى. يلا ربنا يسهل. ايه؟ ربنا يسهل. ايه؟ ربنا ياخدك. الله، بقول ربنا يسهل. يعني ما لقيتش واحده تحبك يعني ولا ايه؟ هو السن ده كله عينه مني ولا ايه؟ وانا موعود بالعواجيز يا رب. الو، ازيك يا مختار؟ وحشتني وحشتني. كانت ليله كلاس كلاس كلاس، احلى ليله في عمري. طب اسمع بقى، عايزك تفهمني كويس وتطرطق لي ودانك قد كده. اصل انا ببيض الشقه. مبروك يا حبيبتي. وبعمل ديكورات ومزنوقه، قلت اميل على مين غيرك يا
يفكي لي زنقتي. محتاجه 5000 جنيه حالا يكون عندك بعد سنه. سنه؟ قصدي ثانيه لان بكره باذن الله يكون عندك. انت هتشتغلني؟ هجيب لك منين 5000 جنيه؟ انا بلاقي الفلوس ولا بسرقها؟ من النقطة اللي على قلبك قد كده. اقعد انبر بقى في النقطة لغاية ما اللقمة تتنظر والسبوبة تضيع مننا. اوكي، ما انا كمان مش كل يوم تنقطني 20 30 جنيه. انت عايز ايه بالظبط يا مختار؟ 5000 جنيه. مفيش 5000 جنيه. يا راجل ده الواد كريم اللي قد ركبتي بيكسب أكتر مني. طب مالك ومال كريم؟ كريم بيشقى طول الليل وبيشتغل، أنت بتشتغل زي كريم؟ 5000 جنيه. أوعى مفيش 5000 جنيه. يابا كلمتني في التليفون قالت لي أنا محتاج 5000 جنيه. أنت بتشتغل على 5000 جنيه. مفيش 5000 جنيه. يا محمود. عشان هشام ما يسمعش اللي بيحصل ويخرب بيتنا كلنا. ما يهمنيش هشام، لا انت ولا هشام. بتغلط في الاستاذ. استاذ ايه ده؟ استاذك انت استاذ عامل زي الساعه، لا بيقدم ولا ياخر. اللي خيره عليا، اللي خيره عليا بتغلط فيه. خيره عليك انت، ده انت زباله، انت وهو زباله. احنا الاثنين. استاذ هشام انا زباله يا زباله. عاجبك انت كده؟ انت عاجبك كده؟ كل حاجه بصراحه، اقول كل حاجه بصراحه، لان البيه بياخد ال البيه بياخد العيال الكباريه بالليل يسهرهم ويخلي الواد كريم يغني ويلم من وراه النقطه. الاطفال بتاخدهم الكباريه. بالله عليا المجيد، اوعى تصدق الواد ده، مفيش كباريه، العيال بيروحوا نايت كلاب ما فيهاش حاجه يعني. ده انا هوديك في 60 دقيقه.